أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دورة تشخيص الأعطال السيارات. رح نستكمل اليوم في جزئية الحساسات. في السيارة عندنا أكثر من نوع من الحساسات، عندنا الرشاشات، حساس الحرارة، حساس الكرانك. رح نستعين ببرنامج الأوتو داتا في فحص ومعرفة القيمة الخارجة من كل حساس لمعرفة هل الحساس شغال أو في مشكلة. رح نختار نوع السيارة حسب الحساسات الموجودة عندنا. 2001، سيارة من نوع 2001، إصدار 2001، نوع فلوكس ووغن، الموديل الخاص فيها بولو، عندنا المطور 1400 بنزين. راح نختار أوكي، راح نختار الكومبوزيت نيم، عندنا في السيارة هنا 4 انجكتور، راح نضغط مرتين عشان يظهر لي اللي هو قيمة واحد فيه. تمام، عندنا الانجكتور اللي هنا، راح نفحص هنا القيمة الخارجة منه. مكتوب عندنا هنا في الجدول من 12 إلى 17 أوم، يعني راح نستخدم في ساعة الفحص جزئية الأوم في فحص قيمة الحساس. راح نختار 200 اوم، راح نمسك الحساس ونقيس القيمة الخارجة منه، طلع تقريبا 14.5 اوم، يعني القيمة ما بين هذا الرينج. طالما هي موجودة بين الرينج هذا يبقى السنسور اللي عندنا شغال تمام التمام. عندنا الان من نوع جديد، من نوع هونداي، راح نعرف قيمته عن طريق برنامج الاوتو داتا. راح نختار اللي هو الموديل تبعه 2003 هونداي، عندنا من نوع الموديل جيتس، عندنا 1600 بنزين الموتور الخاص فيه، راح نختار اوكي، راح ندخل على الكومبوزيت اول واحدة. عندنا هان تقريبا 15 حساس في السيارة، راح نختار، عندي أكثر من قيمة، عندي القيم بالأوم من 15.5 إلى 16.2 أوم. راح نفحص الأوم لأنه الآن إحنا مش موجودة في السيارة عشان نفحص الفولتية، راح نفحص الأوم الخارج منها. تقريبا طلعت القيمة برضو 14.5 ما بين ال 15.5 وال 16.2 القيمة الموجودة في البرنامج. راح نفحص الآن سنسور الحرارة عن طريق برنامج الأوتو داتا. سنسور الحرارة موجود في هذه الجزئية من السيارة. عندنا أكثر من قيمة لسنسور الحرارة. سنسور الحرارة بيعتمد على حرارة الجو الموجودة حول. حرارة الجو عندنا حاليا 20 درجة سلزية تقريبا، يعني هيكون 2.2 كيلو أوم إلى 2.7 كيلو أوم بين هذه القيمة. راح نجرب نفحص الآن سنسور الحرارة. القيمة اللي طلعت 2.75، يعني في الرينج ما بين 20 درجة سلزية. في حال وجود المطور وتشغيله راح يوصل لدرجة حرارة معينة. طبعا الآن مفيش مطور، فاحنا راح نستخدم الولاعة بدل وجود المطور، ونفحص كم هتطلع القيمة بالأوم. طبعا الحرارة نزلت ل 1.7، وكل ما سخننا راح تنزل الحرارة أكثر. لما توصل لرينج المحدد له راح نبرد سنسور الحرارة عشان نتأكد هل هو شغال أو لا. نجيب كوب ماء عادي، راح نفحص السنسور مرة أخرى،
طلع 1.1، مازال محتاج تبريد. واحد بوينت ستة وهكذا. كل ما كان التبريد عليه أعلى كل ما الأوم بيزيد بيرتفع حسب الدرجة، درجة الحرارة الموجودة عنه.